بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كتب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر منصة إكس: في ذكرى المولد النبوي الشريف نستذكر مآثر وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من أخلاقه ورسالته العظيمة الدروس والعبر، ونشر قيم التسامح والتآخي التي أوصانا بها. نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والازدهار.